سنة 20 أيضا شهدنا فيها نتائج مميزة لكيف تعاملت الحكومة مع الجائحة. استطاعت الحكومة من بداية الأزمة أن تعمل بتناغم عالي جدا، بتنسيق عالي جدا، وأيضا بحزم وقوة واتخاذ قرارات صارمة وسريعة جدا للتعامل مع الأزمة والسيطرة عليها والإعطاء الأولوية لصحة الإنسان، لمعالجة المرضى، لرفع مستوى جاهزية القطاع الصحي. وشاهدنا قفزات كبيرة في 3 أشهر في جاهزية القطاع الصحي، أحياناً تأخذ سنوات للاستعداد لها.